تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. واجهت القوات العراقية أمس جيوبا من المقاومة من قبل تنظيم داعش في منطقة الموصل القديمة بعد 4 أيام من إعلان تحرير المدينة من احتلال التنظيم. وقال بعض السكان إن مروحيات تابعة للقوات العراقية حلقت فوق المدينة، مضيفين أنهم سمعوا ذوي انفجارات. أفاد نشطاء سوريون بانهيار مبنى سكني في بلدة عين ترمة في ريف دمشق جراء ضربات جوية لقوات روسية وقوات الأسد. وقالت مصادر ميدانية إن القصف تركز على الأحياء السكنية وسط المدينة وخلف عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. أقر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن دي مستورا بأن وفد النظام إلى محادثات جنيف لم يبدي استعدادا لبحث موضوع الانتقال السياسي. وقال دي مستورا إن محادثات السلام السورية التي اختتمت أمس شهدت تقدما ضئيلا، معربا عن أمله في أن تدفع الجهود الدولية أطراف الأزمة إلى اللقاء المباشر في الجولة المقبلة من المحادثات في شهر أيلول سبتمبر المقبل. أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بقتل جندي وإصابة آخر بجروح في محافظة القطيف. وعقب الحادث باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعة من أجل إلقاء القبض على منفذي الهجوم. أكدت وزارة الخارجية الألمانية السبت أن الإمرأتين اللتين قتلتا في هجوم بالسكين في منتجع سياحي في الغردقة شرقي مصر ألمانيتان. يذكر أن السائحتين قتلتا بحادث طعن أسفر عن إصابة 4 أخريات بجروح أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية يوم الجمعة. قال مسؤولون إيطاليون إن بلادهم قد تمنح 200,000 من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها تأشيرات دخول أوروبية شنغن. وقالت صحيفة التايمز البريطانية السبت إن المسؤولين يعكفون على إصدار تأشيرات مؤقتة للمهاجرين تتيح لهم عبور الحدود بين الدول الأوروبية في خطوة وصفت بأنها الخيار النووي لحل أزمة المهاجرين المتفاقمة. التقط تلسكوب في مرصد مراقبة الحركات الشمسية التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا صورا لبقعة شمسية كبيرة تستدير وتدخل مجال الرؤية والرصد. والبقع الشمسية شائعة بشكل عام، لكن يقل احتمال حدوثها في الوقت الذي تقترب فيه الأرض مما يعرف بالحد الأدنى الشمسي. نهاية الموجز، في أمان الله.